بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اعتذر مسبق للاخوه الجزائريين، انا عارف اني زودت الكلام على جمال بالماضي، بس معلش الفيديو ده كان لازم اتكلم فيه على جمال بالماضي، لان انا اكتر حاجه بحبها انك تكسر حاجز الناس كلها كانت خايفه ان هي تتكلم عليه او تتكلم فيه. عشان كده بالنسبه لي من اكتر بروموهات المصارعه اللي بحبها في حياتي برومو سي ام بانك لما مسك جون سينا وقال له انت وصلت وبقيت نجم كبير لانك بتعرض لفينس ماكمان. بحب انا البرومو ده قوي، عشان كده تلاقيني في المؤتمر الصحفي بتاع جمال بالماضي اكتر حاجه حبيتها في المؤتمر كله لما بالماضي اتكلم على ان في ناس جزائريين عايزين المنتخب يخسر. الناس زعلت قوي، قالت لك يا شوف يا اخي، مع انه كلنا عارفين ان الكلام ده حقيقي جدا جدا جدا. سعادتك ليه بقى؟ لان مدرب المنتخب الجزائري ابن بلد اللي هو الجزائري جمال بالماضي، وطبعا احنا عارفين ان في الوطن العربي طالما المدرب بتاع المنتخب ابن بلد لازم الصحافه تزهقه، لازم الاعلام يزهقه، لازم النقاد يزهقه، لازم المحللين يزهقه، لازم كل حد يزهقه في عيشته. بس جمال بالماضي عنده شعبيه والجمهور وراه، مش مهم هنلاقي له اي صرفه، هنلاقي له اي دخله نخش منها. اخواننا في تونس بقى ما كانوش بيتعبوا من الحته دي، لان كده كده منزل كبير ما كانش حد طايقه والناس كلها كانت بتحط عليه اعلام وجمهور ونقاد ولاعبين سابقين ومحللين ومعلقين، والدنيا بالنسبه لمنزل كبير كانت ضربه خالص. بدريولا عندنا في مصر كان هنا نفس القصه، انها بالماضي كان في مشكله كبيره جدا، هو ان الراجل لا مؤاخذه يعني ما بيخسرش. لا هو ما بيكسبش بنتائج سيئه، اللي هو نقدر نطلع نقول عليه ان احنا كسبنا باداء يعني متذبذب. الفرقه كانت بتكسب ستات وسبعات، وتلاقي الفرقه ساعات كسب الثمانيات، فهنهاجمه ازاي ده؟ كانوا بيهاجموه ساعتها، كان في كلام بيصلي ان في ناس بتهاجم جمال بالماضي واختيارات جمال بالماضي، بس ما كانش حد مركز معاه كتير. بس بدا التركيز كتير امتى بقى؟ لما الحفله بتاعه كاس الامم الافريقيه خلصت، والحفله دي معناها ان الناس كانت مستنياه حصل، وهو منتخب الجزائر خرج من كاس الامم الافريقيه. كل الناس بقى بدات تطلع، والسهم بتاع الانتقادات بدا يطلع في العالي، وسهم الكلام على بالماضي بدا يطلع في العالي، ولقينا كل اللي كان محوش كلمه بقه من 3 سنين بخها. وبعد ما بخها الراجل عرف اللي فيها، لان مفيش مدرب وصل لدرجه انه يبقى مدرب منتخب بلده مش عارف المجال ده ماشي ازاي. المجال ده ماشي كله بنفسنا، وما ينفعش انك تكون مدرب ابن بلد وما تهاجمش. هو جمال بالماضي عارف اللي فيها. فانا حبيت فكره ان هو طلع قال للناس، قال للجمهور، قال لهم على حته ان فعلا في ناس مستنياني اخسر علشان يقطعوا فيا وعلشان يتكلموا على رحيلي، ودي حقيقه على فكره، ده مش افتراء، ما بيفتريش على الناس دي. هو عارف كويس، عارف كويس ان هو مش محبوب من قبل الصحافه، مش محبوب من قبل المحللين، مش محبوب من قبل الناس اللي مفترض ان هي لعيبه كره سابقين ونفسهم في يوم من الايام ان هم يكونوا موجودين على بنش منتخب الجزائر، لان هم شايفين الموضوع مش حظ، وان جمال بالماضي لو اي مدرب مكانه في ظل الجيل اللي موجود في الجزائر ده كان هيقدر يعمل نفس الشغل. هم شايفين كده، وشايفين ان هم يستحقوا يكونوا موجودين مكان جمال بالماضي. برضه الناس دول كانوا شايفين نفس الكلام على البدري، نفس الناس دول كانوا شايفين نفس الكلام على منزل كبير. لما المدربين بيمشوا والناس ما بتجيش، هل حد فيهم بيزعل؟ ما بيزعلوش خالص، والله ابدا، والله ما بيزعلوا. بيقول لك ايه؟ مش مهم احنا ما جيناش، المهم ان هو مشي. فتخيل الموضوع وصل مع الناس لمرحله ايه؟ والله العظيم 3 ما بأوفر، بس هو مجال التدريب موجود فيه كل الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي. هتقول لي يا السواد ده كله موجود؟ علشان كده عزيزي من زمان لما كنت هنا في القناه دي كنت بتكلم مع نفرين 3، كنت بقول لهم ان مجال التدريب ومجال كره القدم هو اوسخ واسوأ مجال ممكن تشوفه في حياتك. بس بصراحه انا في مصر يعني موضوع الاسوأ ده ما ينفعش ان انا اتكلم في تدريب بس، لان كل ما اكلم حد في اي حاجه يقول لي المجال بتاعي هو الاسوأ والاقذر ومصر كلها ده اوسخ مجال فيها. فحسيت بسم الله ما شاء الله ان كل مجال عندنا في مصر وسخ، وموضوع التدريب ده يعني فرع بس موجود في كل حاجه موجوده عندنا. فقصه جمال بالماضي هي قصه حقيقيه جدا 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 جدا، وده جدار كان لازم يتكسر، ولازم الناس تعرف ان في ناس فعلا يهمها ان منتخب الجزائر يخسر علشان خاطر يطلعوا يخبطوا في جمال بالماضي. والناس دي موجوده داخل البلد وموجوده خارج البلد، الناس دي مستنيين اي حاجه للمنتخب الجزائري، اي سقوط للمنتخب الجزائري علشان خاطر يطلعوا يتكلموا. الناس دي منتشره كتير جدا، واخرهم مع مرضى عبد العال اللي هو ما حدش بيتفرج عليه غير لما المنتخب بيخسر، لما المنتخب بيكسب ما حدش بيدور رضا عبد العال ليه، لان في ناس سوقهم لما الفرقه تتغلب، وفي ناس لما الفرقه بتكسب الناس ما حدش بيروح يعبرهم. فللاسف الشديد طول ما انت ناجح تلاقي في شويه ناس جايين وراك عمالين يقطعوا فيك، نفسهم انك تمشي لانهم شايفين ان انت ماشي معاك بالحظ وماشي معاك بالبركه، زي الناس اللي لسه شايفه ان موسيماني ماشي معاه بالحظ وماشي معاه بالبركه. انا كنت من الناس دي، بس الحمد لله جيت في اخر سنه كده حسيت ان انا مزودها مع الراجل زياده عن اللزوم. فبصراحه ما ينفعش انك تفضل تقول على اي حد ناجح ان هو ماشي معاه بالبركه او بالحظ، مهما كنت مختلف معاه في كل اللي بيعمله. لا
فعجبك بقى الفيديو بتاعي خلينا كده انجح بالحظ او انجح بالبركه وكبر القناه كده بالحظ او بالبركه. لو ما عجبكش الفيديو فبراحتك ابرو اعتبره فيديو هايف زي كل الفيديوهات الهايفه اللي عدت قبل كده.